اجيلك عطشان نفسي اولع اجيلك ولهان ونفسي ادلع حق دكتور حلاوي على على بالشباب شو بدك دكتور شو بدك عن جد اللي جوا واللي برا او اخواو عن جد هالقد موجوعين؟ كثير موجوعين عن جد؟ وحياة امنا في مغص عم يمغصنا واو هلا بنشوف شو اكلين شيء؟ اكلين واحد شاورما وين مسمم هيدا كان مسمم وين هذا بركي شي مطرح بعرفه انه عم بيجينا بصراحه دكتور سوري بكت بركز تفضل بليز فينا نعمل نادور؟ نادور ضروري نعمل نادور اي هلا للمعده بتكشف كل شيء هلا بتعرف ليش؟ لانه انا بغنى والله وبيا شجعنا من سنة انا بغنى بقوه بغني من زمان بغني على كل حال هلا بنعمل نادور ما بتحسوا بشيء ابدا نادور ولا انعم من بردون شو نادور ما بنحس بشيء لا 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 ابدا مين قال لك ما بدنا نحس كيف ما بدنا نحس لا انه بدنا نحس هلا هيدا النادور شو هالشيء نادور هيدا نادور نو واي دكتور ضروري نعمل نادور يا شباب شو عم تحكي علي؟ شو معقول يا هجس مثل المغايطه هيك ولو دكتور حلال اي نادور فكرك ما هدول كل العالم يعملوا سوري فينا نعمل بهذا النادور؟ هذا النادور القوى هذا بيكشف كل الشيء هذا مش لهيدي الشغله هذا غير شيء هذا النادور بعرفه لا 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 هذا بيكشف كل الشيء بقلبه ببين كل الشيء ما بيستعمل بالمعده هذا خي ما بيسوى لا غير نادور في كثير انواع بس هذا هيك شيء هذا النادور ما بيزبط لا ما بيزبط هذا النادور طيب انه اوكي طيب انه بدك غير واحد اذا في غير واحد طيب هيدا بيمشي حاله حبيبي شوف لنا هيدا بزقه منه وفي هيدا بليز هيدا تلسكوب يا شباب ما هو تلسكوب كيف شو عم نشوف نحن الكواكب والبخور هيدا كاشف حبيبي بتشوف شوفات ما شايفها بحياتك هيدا للثقب الاسود هذا اللي بيستعملوه انا هلا هيدا رح نستعمل هذا النادور هيدا ما في فتحت مين بده يبلش في حدا بده يبلش قبل الثاني شو اللي هيدا هيدا بليز يلا فتحت المكان بده يبلش مين بده يبلش انا ببلش بليز وجدي انا ببلش ليش محروم ما بقى في ممغص عم يمغصنا ما بقى فيه طيب بعدين لك بنش هيدا خيي امر الله شو بدك تعمل؟ هلا بنعمل بنش بالاول تيمشي الحال ما بتقعد بنش ما بدنا بنش بليز ما بتحس بشيء ما هو مش لازم نحس بليز فيها بليز يا عمي هيدا ما بالتم ما بتزبط الا ما انه بتوسع اضلاعين ما معقول بدها بنج هي القصه تم مين دكتور حلاوي؟ هذا نادور للمعده بدك بدنا شو نحن ما بدنا نعمل نادور للمعده عم يمغصنا بدنا نعمل نادور للمصران لا ما بتزبط عندي لا ما بتزبط عندي ما بتزبط روح اعملوها بغير مطرح مش هون هذه القصه ما بتزبط يعني هدي عم اي اخواو واو مع اي اخواو طب خلص لكن نحن بنروح بنفحص نحن بنعمل فينا نستعير العياده شي 10 دقائق مشان نعمل بدنا اكثر شو 10 دقائق ربع ساعه برا انت وياه خلصونا من هون شو عم نعمل مشان النادور خلص اسيبك والهان نفسي اولاك